الفصائل تبدأ عملا عسكريا في ريف اللاذقية. عساكر على جبهة الحويز، الجبهة الوطنية للتحرير، تاريخ 8/7/2019. الله أكبر. قوات النظام تفشل في استعادة مواقع غرب حماة. دول أوروبية تحذر إيران من انتهاك الاتفاق النووي. حياكم الله إنما كنتم مشاهدينا الكرام، وإلى التفاصيل، حيث أفاد مراسل قناة حلب اليوم بأن مقاتلي غرفة عملية وحرض المؤمنين سيطرت على تلة 428 إضافة ل14 نقطة استراتيجية أخرى في جبل تركمان بريف اللاذقية الشمالية. هذا وقال مراسلنا إن مقاتلي الغرفة تمكنوا من قتل عدة عناصر للنظام إضافة لتدمير دبابة وأسر 4 عناصر آخرين خلال المعارك. معركة جديدة لطرد قوات النظام من المناطق التي تسيطر عليها في جبل التركمان بريف اللاذقية. الفصائل المقاتلة أطلقت معركة في تلة 428 في جبل التركمان بريف اللاذقية الشمالي الشرقي ضد قوات النظام، تمكنت خلالها من كسر الخطوط الدفاعية الأولى للنظام على عدة محاور، إضافة للسيطرة على بعض النقاط ووسط تكتم كبير من المشاركين على سير المعارك. الفصائل المقاتلة أسرت 4 عناصر من قوات نظام الأسد إضافة لتدمير دبابتين بصاروخ مضاد للدروع على تلة زاهية في جبل التركمان بالريف الشمالي للاذقية. جبل التركمان شهد معارك عنيفة، كانت قوات النظام هي المهاجمة في محاولات للسيطرة على تلة الكبينة، واليوم تتحول الأمور لتصبح قوات النظام في موقع الدفاع. المواجهات في ريف اللاذقية سبقتها بعدة ساعات خسائر كبيرة لقوات النظام بين قتيل وجريح في معارك ريف حماة الشمالي، وذلك خلال صد الثوار محاولة تقدم للنظام في قرية القصابية بريف حماة الشمالي، تزامنا مع قصف مدفعي وصاروخي من الطرفين. وعلى الرغم من الدعم الكبير المقدم من روسيا لقوات النظام، إلا أن الأخير فشل في تحقيق أي تقدم ضمن المناطق المحررة في الشمال الغربي من سوريا، لتقتصر منجزاته على المزيد من الخسائر البشرية في صفوفه. الله أكبر، الله أكبر. إلى ذلك، دارت معارك عنيفة بين ثوار وقوات النظام المدعومة روسيا في محاولة لاستعادة النظام مواقع خسيرها في ريف حماة الشمالي. ذكرت الجبهة الوطنية للتحرير أن مقاتليها قتلوا وجرحوا عدة عناصر من قوات النظام خلال صد محاولة تقدم لهم قرب قرية القصابية في ريف حماة الشمالي، بالتزامن مع قصف مدفعي وصاروخي من الطرفين. أفادت أيضا صفحات موالية بالعثور على جثث عناصر مجموعة كاملة من قوات النظام قتلوا بريف حماة الشمالي خلال الشهر الماضي. ذكرت صفحة المخابرات السورية أن قوات النظام تمكنت من استعادة جثث 18 عنصرا بينهم ضباط يتبعون للفرقة 7 قتلوا في معارك ضد الجيش السوري الحر في قريتي تلملح وجلمة شمال حماة. نقل موقع السورية نت عما وصفه بالمختصين العسكريين أن إيران رفضت المشاركة في معارك حماة لإظهار العجز الروسي في سوريا. وأضاف الموقع أن إيران في ظل تهديد وجودها في سوريا لا تريد زج ميليشياتها في معارك ريف حماة، كونها ترى أن روسيا تحاول الحصول على مكاسب سياسية في أي مسألة تفاوضية قادمة، فضلا عن الواقع الاقتصادي الحرج الذي تعيشه إيران في المرحلة الراهنة. وفي سياق متصل، أفاد مراسل قناة حلب اليوم
بأن 3 مدنيين قتلوا وأصيب آخرون جراء القصف الجوي والمدفعي على ريفي حلب وإدلب. وقال مراسلنا إن الطيران الروسي استهدف بغارة جوية مخيما على أطراف قرية دير شرقي جنوب إدلب، ما أدى لسقوط 3 قتلى بينهم أطفال. وأشار مراسلنا إلى أن الطيران الحربي شن غارات أخرى على قرية كفر بطيخ بريف إدلب الشرقي، إضافة لقصف مدفعي وصاروخي استهدف قريتي الحميرة والخراسي بريف حلب الجنوبي، خلفت أضرارا كبيرة في ممتلكات المدنيين. المزيد معنا دياب الحمدو مراسلنا من ريف إدلب. دياب، بداية، ما هي آخر التطورات في اللاذقية، تطورات المعارك وبدء المعارك من قبل الفصائل هذه المرة ضد قوات النظام؟ نعم عمار، سلسلة إغارات نفذها مقاتلو المعارضة على مواقع لقوات النظام في جبل التركمان، على وأبرز المحاور التي هاجمها الثوار هي محاور جبل العطيرة وتل زاهي والصراف في ريف اللاذقية. طبعا هذه الإغارات أسفرت عن مقتل أكثر من 50 عنصرا وجرح آخرين من قوات النظام، وذلك بحسب مصادر مقربة من الفصائل العسكرية القائمة بالإغارة، بالإضافة إلى تدمير دبابتين بصواريخ موجهة وتدمير مستودع ذخيرة لقوات النظام، إضافة إلى أسر 4 عناصر من قوات النظام بينهم ضابط برتبة ملازم أول. طبعا أهمية تلك النقاط التي هاجمتها فصائل المعارضة تعود إلى إطلالتها على مواقع خاضعة لسيطرة قوات النظام في جبل التركمان في ريف اللاذقية. طبعا انحاز مقاتلو المعارضة مساء اليوم إلى نقاطهم الخلفية بسبب كثافة القصف من قبل قوات النظام، فضلا عن أنها مكشوفة على قوات النظام وحفاظا على سلامتهم. نعم، أشكرك جزيل الشكر دياب الحمد مراسل قناة حلب اليوم، كنت معنا من ريف إدلب. استمر أكثر من 60 ناشطا حول العالم في إضراب جماعي عن الطعام في حملة أطلقوا عليها اسم الأمعاء الخاوية، مطالبين بإيقاف القصف على منطقة إدلب. وتهدف الحملة التي توسعت لتضم 60 شخصا مؤخرا إلى لفت الأنظار لما يحدث في سوريا عموما وإدلب خصوصا. وقد دعا المضربون في بيان لهم قادة العالم إلى تحمل مسؤوليتهم تجاه المأساة الاستثنائية والفظيعة التي يعيشها الشعب السوري، والقيام بدور يتناسب مع حجم المسؤولية التاريخية والأخلاقية والقانونية. نحن هنا اليوم للمزيد معنا أحد المشاركين في الحملة الأستاذ طارق حاج بكري، عضو في حملة الأمعاء الخاوية من ولاية غازي عنتاب التركية. أستاذ طارق حياكم الله، أهلا بك على شاشة حلب اليوم. بداية، أنت تدخل اليوم ربما التاسع في إضرابك عن الطعام، إن كنت مخطئ أرجو أن تصحح لي. إلى متى سيستمر إضرابكم؟ تحياتي لكم وتحياتي لكل الصامدين الذين يحاولون إعادة فريق وأمل الثورة والعودة للثورة إلى سلميتها بصفتها ثورة شعبية اجتماعية على نظام قاتل مجرم عمل قتلا وتدميرا في سوريا للأشخاص وللممتلكات لكل من عارضه. نحن الآن قد دخلنا أو أصبحنا في نهاية اليوم التاسع للإضراب في المجموعة الثانية التي بدأت إضرابها بعد الأخ بريتا حاج حسن. نحن مستمرون في إضرابنا الآن، وعندما نشعر بالتعب سوف نسلم الإضراب إلى آخرون ينتظرون على الدور لكي يكونوا مكاننا. بدأ الإضراب بالأخ بريتا. نقطة مهمة، يعني لكي لا يتأذى أحد ربما أو يصيب أحد منكم أي مضاعفات تؤدي ربما إلى تهلكة بالنسبة إليه، يستطيع أن يقف وينتقل آخرون يحلوا مكانه يعني في الإضراب. نعم أخ عمار، نحن بدأنا إضرابنا بشكل منظم، بشكل مراقب، بشكل ممنهج. نحن الثورة تحتاجنا أصحاء أحياء لكي نقوم بدورنا، وهي لا تحتاجنا أمواتا أو ضعافا لا نستطيع القيام بأي عمل. وبالتالي فإن إضرابنا منظم، تمام، مراقب، ممنهج وفق أهداف محددة.
في غايتنا النهائية هي إسقاط نظام بشار الأسد. لفت نظر العالم بكامله إلى ما نقوم به من حراك سلمي حضاري. هو هذا النشاط معروف ومتداول في الدول العالمية التي تحظى شعوبها بالرقي والحضارة. لذلك نحن لا نريد أن نموت ولا نريد أن ننتحر، نريد أن نقدم رسالة للعالم بكامله. شكرا لك، انتهى الوقت تماما. أشكرك جزيلا الشكر أستاذ طارق الحاج بكري، عضو في حملة الأمعاء الخوية، كنت معنا من ولاية غازي عنتاب التركية. ينتظر الطفل محمد الذي أنهك المرض جسده ومثله عشرات المرضى بحالات حرجة في مخيم الزيتونة بريف إدلب، ينتظرون من يقدم لهم العلاج المناسب في ظل تخفيض عدد من المنظمات الإنسانية والطبية خدماتها في مخيمات الشمال السورية. سنوات ثمانية أمضاها الطفل محمد بين قصف وحصار ونزوح حرمته من حقه في العلاج من مرض نادر أنهك جسده وسرق جزءا من أعضائه. الطفل ذو 11 عاما محاصر في مخيمات ريف إدلب بين ندرة المشافي المجانية القادرة على علاجه وإمكانيات عائلته المادية. الأطباء ما في غير الطبابة يحولونا من دكتور لدكتور من دكتور لدكتور وعلى الوضع هذا، وما في غير بشخصوا الحالات تبعوا للطفل على سكرة مرض، شي بيقولونا مرض سكرة، شي بيقولونا جرثومة بالدم، وعم يطلبوا منا تحاليل، والتحاليل يعني كلها مكلفة، والأهل للطفل يعني ما متحملين إنه هاي المبالغ الهائلة اللي عم تنطلب. واقع الحال الذي تعيشه أسرة محمد من نزوح وقهر وإهمال هو الواقع ذاته لعشرات العوائل في هذا المخيم. فبعد شتاء قاس أغلق خيامهم وجرف أمتعتهم، حمل صيف هذا العام بحره ولهيبه أوبئة أصابت الكثير من أطفالهم، عجل في انتشارها تلدي الواقع الخدمي في المخيم وانتشار النفايات على أطرافه. نحن ما يقارب 100 عائلة، العالم اللي بالمخيم من ريف حمص الشمالي ومن درعا ومن القنيطرة، الحالة الإنسانية صعبة جدا، والمنطقة يعني في مكبات زبالة، لا في منظمات تبعت لنا حوالي نحط الزبالة فيها وتشيلها، ولا في شيء. حتى بنتشر عنا أمراض، مرض دبانة حلب ومرض حمى التيفية من الشمس. استمرار موجات النزوح إلى ريفي إدلب الشمالي والغربي تزامنا مع انحسار عمل الكثير من المنظمات الإغاثية وتقليص حجم الدعم المقدم لها شكل العامل الرئيسي لما آلت إليه أحوال مخيمات النازحين في ريف إدلب. يوما بعد يوم تزداد أعداد النازحين الفارين إلى ريف إدلب لعلهم يجدون فرصة للنجاة من موت يلاحقهم في مدنهم وقراهم، لكن واقعا صعبا يلاقيه النازحون هنا مع غياب من يتابع أحوالهم ويلبي بعضا من احتياجاتهم. من داخل مخيم الزيتونة بريف إدلب الشمالي، منصور صبرة، حلب اليوم. شاهدين نشاطنا مستمرة وفيها أيضا بعد الفاصل. تحذيرات غربية لإيران من مغبة انتهاك الاتفاق النووي. Thank you.
أهلا بكم من جديد في هذه النشرة التي ناقشنا فيها العمليات العسكرية التي بدأتها الفصائل ضد مواقع النظام في ريف اللاذقية الشمالي، تحديدا في جبل التركمان. كذلك وقفنا على حملة الأمعاء الخاوية التي يستمر فيها ناشطون حول العالم بالإضراب عن الطعام تضامنا مع القصف الذي أو ضد القصف الذي تتعرض له مدينة إدلب تضامنا مع المدنيين ومن أجل لفت أنظار العالم إليهم. طالب بيان فرنسي ألماني بريطاني إيران بالتراجع عن انتهاك الاتفاق النووي، وحثت الدول الأوروبية طهران على الالتزام الكامل بالاتفاق النووي. خطوات إيران تتسارع في طريق رفع تخصيب اليورانيوم في استعراض لخياراتها المقبلة في وجه العقوبات الأمريكية، ملوحة بالتراجع المطلق عن التزاماتها المرتبطة بالاتفاق النووي. المتحدث باسم هيئة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي نوه أن تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% سيكون أحد خيارات طهران في المرحلة المقبلة، كما ألمح إلى أن إمكان تشغيل أجهزة طرد مركزي كانت قد عطلتها بموجب الاتفاق النووي. وزراء خارجية كل من الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وبريطانيا طالبوا طهران إعادة النظر في قرارها تجاوز الحد المفروض على مخزونها من اليورانيوم المخصب، والامتناع عن اتخاذ المزيد من الإجراءات التي من شأنها إضعاف ذاك الاتفاق، وأشارت إلى أنها لن تسعى إلى إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران في الوقت الراهن، وستركز على الحوار. تصعيد إيراني جاء في ملف آخر مع تهديد اللواء محمد باقري رئيس هيئة الأركان العامة الإيرانية بأن احتجاز بريطانيا ناقلة النفط قرب جبل طارق لن يبقى دون رد. فيما كشف تقرير نشرته منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة إلى تعاون بين مجموعة جلوبال فيجن التابعة لرجل الأعمال المشمول بالعقوبات الأمريكية محمد عامر لشويكي مع شركة النفط الوطنية الإيرانية وأخرى تابعة لوزارة الطاقة الروسية لترتيب عملية إرسال النفط إلى سوريا. أفادت وكالة فرانس بريس بأن وزارة الخزانة الأمريكية فرضت عقوبات على نائبين من ميليشيا حزب الله اللبناني، وشملت العقوبات الأمريكية رئيس كتلة حزب الله في البرلمان اللبناني محمد رعد، إضافة إلى النائب أمين شري، وهي المرة الأولى التي تدرج فيها الوزارة الأمريكية برلمانيين في ميليشيا حزب الله على قوائم عقوبتها. للمزيد معنا الأستاذ عبدالوهاب عاصي الباحث في مركز جسور للدراسات من ولاية غازي عنتاب التركية. أستاذ عبدالوهاب مرحبا بك على شاشة حلب اليوم. بداية نبدأ معك من آخر الخبر، وهو إدراج يعني نواب لميليشيا حزب الله على قوائم العقوبات الأمريكية. كيف سيكون رد إيران، أو هل تستطيع إيران أن ترد على هذا الأمر أو تعادي أوروبا بعد أمريكا؟ أهلا بكم. يبدو من الواضح أن المرحلة الحالية التي تحاول الولايات المتحدة الأمريكية من خلالها تغيير سلوك النظام الإيراني أو إخضاعه أو تقويض نفوذه هو الضغط الأقصى على الوكلاء في المنطقة سواء في سوريا أو في لبنان وحتى في اليمن. يبدأ ذلك من إيقاف ناقلة النفط الحاق إلى توسيع دائرة العقوبات التي شملت حاليا نائبين من حزب الله، وهناك حديث عن تخفيض عدد الدبلوماسيين في القنصليات أو السفارات السورية في الدول الأوروبية. هذه الإجراءات يعني لا يمكن لإيران الرد عليها، لأن الرد يتحتم استهداف مصالح الولايات المتحدة الأمريكية والدول أو حلفائهم في الدول الخليج العربي، وهذه المصالح يعني استهدفتها سابقا إيران في الملاحة البحرية والملاحة الجوية في الخليج العربي. إذا كان هناك يعني خطوة يمكن أن تقوم بها إيران وهي إيقاف نواقل النفط واحتجازها أو احتجاز يعني أحد
المصالح الأمريكية أو القوارب على سبيل المثال التي تتبع للمصالح الأمريكية أو الغربية في منطقة الخليج العربي. لكن مثل هذه الخطوة تعني أن إيران تريد الذهاب بسياسة حافة الهاوية إلى الحرب والمواجهة المباشرة، وهو ما لا تريده أصلا الولايات المتحدة الأمريكية. لكن بومبيو تحدث هل طهران تريده؟ هل طهران تريد؟ طهران نعم تريد، أنا أتوقع وأعتقد أن طهران تدفع ب إن لم يكن تريد هي تريد المناورة وال يعني المفاوضة مع الولايات المتحدة الأمريكية على حافة الحرب لكي تضغط الولايات المتحدة الأمريكية هل سيكون إلى الحفاظ على الاتفاق. هل سيكون ذلك إلى حد هل سيكون ذلك إلى حد يعني تنفيذ تهديدات إيران وقيامها باحتجاز ناقلة باخرة أو ناقلة نفط بريطانية مثلا؟ أعتقد أن يعني لوحت طهران بهذه الخطوة بأنه يمكن أن تحتجز ناقلة نفط بريطانية كرد مماثل أو رد بالمثل على ما قامت به بريطانيا في منطقة جبل طارق. لكن مثل هذا الإجراء يعني أن إيران ستتجه مباشرة أو ستتوقع ردا كبيرا ومباشرا من الدول الغربية والذي قد يصل إلى القصف. لكن مثل هذه الخطوة أعتقد حتى في حال أرادتها إيران لا يبدو أنها قد تحسب لها يعني المخاطر وما هي الخطوة التالية التي قد تعقبها. لذلك الجميع الآن يعني يفاوض على سياسة الهاوية أو على حافة الهاوية، وما هي الترتيبات أو الآثار أعتقد لا أحد يعلم بها. نعم مفهوم تماما، شكرا جزيلا لك عبد الوهاب عاصي الباحث في مركز جسور للدراسات، كنت معنا من ولاية غازي عنتاب التركية. أبلغت الميليشيات الموالية لإيران خطباء المساجد في مدينة البوكمال شرقية دير الزور بضرورة مراجعتها للوقوف على خطب الجمعة، وذكر موقع دير الزور 24 أن تلك الميليشيات أبلغت الخطباء بأن عملية ترميم المساجد لن تتم سوى بعد الحصول على موافقة أمنية من قبلهم، ما تسبب باستياء كبير لدى الأهالي الذين يتهمون الميليشيات بالمسؤولية عن تدمير المساجد خلال الحملة التي شنتها على المدينة إلى جانب قوات النظام. وأشار المصدر إلى أن الميليشيات تسعى منفردة عبر جمع تبرعات لإعادة تأهيل المساجد في البوكمال وتعيين خطباء من طرفها. قال مراسل قناة حلب اليوم إن مسلحين ملثمين أطلقوا النار على مختار بلدة اليدودة بريف درع الغربي وأردوه قتيلا. المراسل أوضح أن القدسي كان من أوائل من انضموا للمصالحة مع النظام وعمل على إقناع أهالي البلدة في توقيع التسويات، كما ظهر في تقارير تلفزيونية عدة على وسائل إعلام النظام تحدث فيها باسم أهالي بلدته عن تأييدهم لبشار الأسد ودخول قواته إلى درعا قبل عام. للمزيد معنا الناشط الإعلامي أحمد المسلمة من الحدود الأردنية السورية. أستاذ أحمد مرحبا بك طبعا على شاشة حلب اليوم، حبذا لو وضعتنا في تفاصيل أكثر ربما عن عملية الاغتيال. نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالتزامن مع إعفاءات بالجملة لخطباء وأئمة المساجد في شتى قرى وبلدات محافظة درعا الذي وصل عددهم إلى 35 من أئمة وخطباء المساجد، كان هناك اغتيال الشيخ يوسف القدسي وهو مختار بلدة اليدودة وإمام وخطيب مسجد في بلدة اليدودة بإطلاق النار عليه من قبل اثنين مجهولين على دراجة نارية بإطلاق النار والفرار من المكان، ما أدى إلى إلقاء حتفه بشكل مباشر. ويعتبر من الذين كانوا ينادوا على المنابر بالمصالحات والتسويات، وكان قد ظهر كثيرا على شاشات التلفزة. طيب مدام كان يعني يطالب يعني عبر المنابر وما إلى هنالك للتسويات مع النظام ويروج النظام، من يقف إذن برأيك وراء عملية الاغتيال؟
من تعتقد أنه؟ الذي يقف خلف عمليات الاغتيال بمختلف المناطق هو النظام، وهذا السبب، والسبب بذلك هو لخلط الأوراق كثيرا ليزرع الفتنة هنا وهناك بأغلب المناطق. هذا الرجل هو لو كان خطيبا ويعتلي المسجد وكان يعتلي المنبر ويطالب الناس بالذهاب إلى بشار الأسد أو المصالحات ببشار الأسد، ولكن سيرته حسنة بين الناس، فلا نتوقع أن أهالي البلدة اليدودة أن يقوموا باغتياله. طيب ما مصلحة النظام باغتياله وهو يروج للنظام؟ يعني هنا النقطة. نعم، ليس فقط هو من يروج للنظام، هناك الكثير والكثير من الشخصيات الاعتبارية والشخصيات أيضا من الوجهاء والمساجد يروجون للنظام، ولكن النظام يختار الشخصيات المقربة إلى المدنيين، المقربة إلى كل الأطراف والمرغوبة من كل الأطراف، ويتم اغتياله لخلط الأوراق. هذا النظام خبيث، لا ثقة لنا به، وليعلم الجميع ليس فقط الشيخ يوسف، كل الشيوخ وكل القادة كلهم مهددين بالقتل، مهددين بالتصفية، مهددين بالاغتيالات من قبل هذا النظام. ما تزال أعماله مستمرة، وما يزال وحشيته مستمرة، اعتقالاته ما تزال مستمرة، والتسويات يرمي بها عرض الحائط. وإنما إلى أين تتجه درعا إذن؟ تتجه درعا إلى حمام من الدم إذا بقيت هكذا الأمور. نرجو من الجميع أن يكون هناك حسن لاستخدام الوقت المناسب واستخدام هذا الزمن لكي نكون أقل خسائر في هذه الأوقات. الناس مغلوبة على أمرها بشكل كبير لك. جدا، ولكن هناك من يعمل بصمت كما يحصل في مدينة داعل ومقتل قوات النظام هنا وهنا. أشكرك جزيل الشكر أستاذ أحمد المسلم الناشط الإعلامي، كنت معنا من الحدود السورية الأردنية، شكرا لك. أصدرت مديرية أمن إسطنبول قرارا جديدا بشأن السوريين المقيمين في الولاية والمنضوين تحت الحماية المؤقتة. وقالت صحيفة خبر ترك إن القرار ينص على ضرورة إرسال السوريين حتى وإن كان حاملا لبطاقة الحماية المؤقتة الكملك في حال انخراطهم بجريمة إلى مديرية الهجرة، وذلك فور الانتهاء من إجراءاتهم الأمنية لتقييم الجريمة المرتكبة ومن ثم إصدار القرار النهائي بحقهم. قتل شاب سوري في ولاية غازي عنتاب جنوب تركيا بعد الاعتداء عليه من قبل لصوص. وقالت وكالة قاسيون إن الشاب البالغ من العمر 17 عاما تعرض لإطلاق نار أثناء قيام لصوص مجهولين بمحاولة سرقة هاتفه داخل حديقة سوق القمل وسط المدينة في ظل سعي قوات الأمن التركي البحث عن الجنات. أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في لبنان القبض على عدة أشخاص اغتصبوا فتاة سورية قاصر وأقاموا بتصويرها وابتزازها. وأوضحت المديرية أنه من خلال المتابعة تمكنت قوى الأمن من تحديد هويات الفاعلين وتوقيفهم في أماكن تواجدهم في 3 بلدات جنوبية البلاد، وعددهم 8 أشخاص. عملت الناشطة الإعلامية رنا الحلبي على توثيق جرائم الأسد والميليشيات الإيرانية والروسية من بداية الثورة السورية ونقل معاناة الأهالي في الداخل السوري. عدسة الكاميرا، تلك العدو التاريخي للأنظمة الدكتاتورية على مر التاريخ، لا سيما مع رنا الحلبي ابنة مدينة حلب والتي نزحت منها في 2016 بعد أن درست الحقوق في جامعتها جامعة الثورة لتعمل في توثيق انتهاكات الميليشيا الإيرانية المقاتلة في سوريا إلى جانب النظام السوري في دمشق. احنا عم نقوم بتوثيق أي حدث عم بيصير في سوريا ضمن المناطق التابعة لهي الميليشيات. الصورة وصلت أكثر من خلال الكاميرا ومن خلال الصوت يلي شافه المشاهد وتفاعل معه وتقبل وجود انه يكون في عنا نقل لهذه الاحداث اللي عم بتصير في سوريا، ليكون في الرأي العالمي يكون في هو بالصوره اللي عم بتصير في الداخل السوري. مطالب الطامحين والطامحات للحريه صارخه منذ اليوم الاول للثوره في سوريا. الحريه والعداله الاجتماعيه والكرامه. حملت رنا تلك المطالب الحقة وقررت العمل على تمكين النساء الصحفيات في الداخل السوري الخارج عن سيطرة النظام. كان في عنا ضعف بالكوادر النسائية
في الإعلام، فحاولنا نطور شوي عملنا من خلال إقامة ورشات تدريبية للنساء الصحفيات والمرأة الصحفية. كان في اتحاد نسائي كان هو الأقوى في الداخل السوري. الاتحاد النسائي كان بضم 18 مركز في كل المحرر بسوريا. كمان اشتغلنا عليه بقسم دعم المرأة وتطوير مهاراتها وتمكينها عبر ورشات تدريبية مهنية. تأتي أصوات النساء السوريات يوما بعد يوم مطالبات بالسلام الكريم، تتنقل مشاعرهن بين أداء واجب العمل الدؤوب وتوقيهن للبناء والسلام. مشاهدينا، نشرتنا مستمرة وتتابعون فيها بعد فاصل قصير. ما علاقة غذاء الحامل بالتوحد؟ كوارو قرية صغيرة في ريف إدلب الغربي يعود تاريخها إلى العصور القديمة، وبقايا آثارها شاهدة على عراقة حضارتها وأصالة تاريخها. قرية كوارو هي قرية تقع في السفح الشرقي لجبل الدويلة في الشمال الغربي من محافظة إدلب. كانت تسمى قديما أم الرياح أو كور الهواء، وجاءت تسمية كوارو فيما بعد بالتسمية الحديثة. موقع تجاري متميز جدا، يوجد فيها العديد من معاصر الزيت الحجرية القديمة. هي قرية غنية جدا بآثارها القديمة طبعا، من العصر اليوناني بالامتداد إلى الروماني إلى البيزنطي إلى العهد العثماني حتى. طبعا هي كانت تقع خط التجاري للقوافل التجارية القديمة، وهذا بسبب وجود ثلاث آبار رومانية بساحة القرية. هي مكان استراحة وللشرب للقوافل التجارية ولمواشيهم أو لراحلاتهم. طبعا غنية جدا بالآثار. المدافن تتميز بأنها مقسمة إلى غرف داخل منحوتة داخل الصخر طبعا الصم،
كل غرفة تحتوي على 3 مدافن، وهذه المدافن كانت تستعمل للملوك أو للأمراء الذين كانوا موجودين في القرية في ذلك العصر. قرية كوارو القديمة ضربها زلزال في القرن 8 أو 17 في الضبط، دمر القرية وآثارها، معظم آثارها دمرت في فعل هذا الزلزال، وبقي ما هو موجود حاليا شاهد على عراقة غناها الأثري وقدمها في التاريخ. أصدرت محكمة في السويد قرارا بإلغاء لجوء سوري يدعى محمد العبدالله وطرده من البلاد بعد الحصول على صورة له بزي عسكري يضع فيها قدمه على جثة ضحية غير واضحة. اللاجئون السوريون في أوروبا بين حقيقة الهروب من جحيم الحرب في سوريا وهرولة لكسب ما يشاع عن النعيم الأوروبي. عام 2016 أوردت صحيفة القدس العربي مقالا مفاده بأن السلطات السويدية ألقت القبض على شخص يدعى محمد العبدالله بعد تقرير على القناة السويدية الرابعة أبرزت صورا لمحمد وهو يحمل السلاح ويقف على جثث الضحايا في سوريا، مبينة أنه مقاتل في صفوف قوات الأسد بموجب خدمته الإلزامية. وقتها حكم عليه بالسجن لمدة 8 أشهر، ثم تتالت المحاكمات وسجن أكثر من مرة حتى حكم عليه بسحب أحقية اللجوء وترحيله من السويد، علما أن هذا القرار يشمل كل دول الاتحاد الأوروبي وفقا لما نشره المحامي أنور البني في صفحته على موقع فيسبوك. يذكر أن هذه الإجراءات منتشرة في البلاد الأوروبية وخصوصا الغربية منها، وهناك من قدم شكاوى على أتباع الأسد، وحال ثبوت التهم الموجهة لهم فإن الترحيل هو مصير هؤلاء. وتبقى مقولة الضحية تلاحق جلادها عنوان يضعه السوريون نصب أعينهم لتستمر حملات ملاحقة شبيحة الأسد في كل مكان. يستضيف البيت الأبيض هذا الأسبوع قمة لمنصات وسائل التواصل الاجتماعي يرجح أن يستغلها الرئيس دونالد ترامب لشن هجوم جديد على شركات الإنترنت الكبرى. وتتزامن القمة مع تصعيد دونالد ترامب اتهاماته لمنصات الإنترنت الكبرى بالتحيز، مدعيا أن المسؤولين عن هذه المنصات يقمعون الأصوات المحافظة على الرغم من العدد الكبير لمتابعيه على وسائل التواصل الاجتماعي. في الوقت ذاته أكد فيسبوك أنه لم يتلقى دعوة للحضور، فيما امتنع تويتر عن التعليق، لكن تقارير إعلامية ذكرت أنه تم استبعاده أيضا. أشارت دراسة حديثة نشرت في دورية Trends in Plant Science إلى أن النباتات ليس لديها وعي بالمعنى المفهوم، ويتعارض هذا الاستنتاج مباشرة مع علم البيولوجيا العصبية النباتية الناشئة حديثا. فمن خلال دراسات مقارنة لأدمغة الحيوانات البسيطة والمعقدة، استنتج الباحثون أن طريقة التأثير التي ترسل بها الخلايا النباتية رسائلها لا يمكننا مقارنتها بالأجهزة العصبية في الحيوانات والبشر، رغم أن الاكتشافات الحديثة أظهرت أن النباتات يمكن تخديرها وأنها تستجيب للمس بطرق مختلفة وفقا لطبيعة اللمسة. نشرت دورية Scientific Reports دراسة تقول بأن المستويات العالية من حمض البروبيونيك المستخدم على نطاق واسع في الأغذية المصنعة لزيادة العمر الافتراضي لها وتثبيط العفن في الجبن والخبز يحد من تطور الخلايا العصبية في دماغ الجنين بما يؤدي للإصابة بالتوحد. معلوم عن مرضى التوحد أنهم أذكياء للغاية، يحبون القراءة ولهم قدرة على التحمل والجلد، وأنهم يحبون العتمة والانعزال، ويراهم البعض متعالين لعدم اكتراثهم بما يراه غيرهم مهم للغاية، كما يتميزون بالحساسية العالية تجاه الأمور العاطفية.
اسمه العلمي اضطراب في الطيف الذاتوي، إذن الأمر متعلق بذواتنا وسلامتها. دراسات كثيرة يحاول من خلالها علماء النفس والأطباء معرفة أسباب هذا المرض وكيفية الوقاية منه، حيث خلصت دراسة جديدة أجرتها دورية ساينتيفيك ريبورتز إلى أن غذاء الأم أثناء الحمل قد يكون سبباً في الإصابة بالتوحد، وأن تناول الأغذية المرفقة بمواد حافظة مثل حمض البروبيونيك يسبب في إصابة الجنين بتأخر في بعض المهارات العقلية وأهمها التواصل مع المحيط. يبحث الأطباء والمختصون في أوروبا وأمريكا لإيجاد مخرج من الازدياد في حالات الإصابة، وتبذل الأمم المتحدة جهدا في التوعية للحد منه. ففي 18 من كانون الأول عام 2007 أقرت الأمم المتحدة يوم 2 نيسان يوما عالميا للتوعية من مرض التوحد. وتشير إحصائيات الأمم المتحدة إلى أن 70 مليون شخص مصابون بالتوحد على مستوى العالم، أي ما يعادل نسبة 1% من مجموع سكان الكرة الأرضية. أهلا منتخب تونس إلى دوري 8 لبطولة كأس العالم أو كأس أمم إفريقيا لكرة القدم على حساب نظيره الغني بفوزه عليه بركلات الترجيح بعد تعادلهما بهدف واحد في الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة، كما حقق منتخب نسور قرطاج أول انتصار مع نظيره الغني في المواجهات الرسمية، وبذلك ضرب موعدا مع الدور ربع النهائي للنسخة 32 مع في البطولة القارية، ليتخوض تونس مباراة قوية أمام منتخب ساحل العاج فيما سيواجه منتخب تونس منتخب مدغشقر الذي يعتبره مراقبون مفاجأة البطولة. نهاية النشرة، ولمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي وأيضا على موقعنا الإلكتروني halabtodaytv.net. دمتم برعاية الله وحفظه، إلى اللقاء.